أود أن ألفت انتباهكم لإنجاز كافة الأهداف التي نضعها أمامنا. في العام المنصرم كنا قد أطلقنا برنامجا لتقديم الدعم لتوفير مخيمات ومعسكرات ترفيهية للأطفال، وسأطلب منكم تطبيق مثل هذا البرنامج أيضا خلال هذه السنة، وعلينا إعلام مواطنينا أنه سيكون هناك مثل هذا البرنامج والذي سيطبق في عام 2022. السيد الرئيس، نحن مع الحكومة وسنأخذ بالاعتبار مثل هذا الموضوع. الآن إلى السيد باتروشوف. السيد الرئيس، الوضع في الأسواق مستقر، ونحن دائما على اتصال بالجهات المطلوبة، وعملنا على زراعة 12 مليون هكتار من الأراضي، وهذا يزيد عما حصل منذ عام. نحن في مرحلة هامة لزراعة الموسمية، وحضرنا لهذا الموضوع منذ فترة طويلة. ونملك أن هناك أكثر من 200,000 هكتار جاهزة لتزرع بمواد زراعية، وهناك زيادة بأكثر من مليون هكتار مما كان عليه في العام السابق، وذلك لزراعة الحبوب والشمندر السكري والبطاطا، وبالطبع في كل منطقة يتم تخصيص المعدات الكافية للقيام بمثل هذه العملية. في عام 2021 تم شراء أكثر من 61,000 آلية للزراعة. والآن تقدم المساعدات من خلال القروض، ومع وزارة الطاقة نتابع أسعار الوقود وكيف ستكون تداعيات ذلك على المزارعين، ونعرف أن الوضع مستقر بشكل عام. وفي عام 2022 ووفقا للتوقعات سيكون هناك زيادة في الإنتاج حتى مقارنة بعام 2021، وسنزيد 5 كيلوغرامات لكل هكتار من المساحات المزروعة. السيد الرئيس، ختاما أود القول إلى أن التحضيرات لموسم الزراعة الربيعي تم تنظيمه بشكل كامل وفي الوقت المحدد له. كما أود الإضافة أننا نتوقع 123 مليون طن من الحبوب والبطاطا، كما نتوقع إنتاج 30 مليون طن من المواد الأخرى. أما فيما يتعلق بتربية الحيوانات والمواشي، ارتفعت معدلات هذا العام مقارنة بالعام المنصرم. أما بالنسبة للمنتجات التي سنتمكن من إنتاجها والحصول عليها، فستكون أعلى من معدلات التي حصلنا عليها في العام المنصرم. شركات التحويل تعمل أيضا على إيصال المواد الغذائية للسكان من دون انقطاع ووفقا للتوقعات.
سنلتزم 100% من بتوفير هذه المواد. وأود الإضافة إلى أن الأمن الغذائي بالنسبة لدولتنا مكفولا ومضمونا، كما أود الإشارة إلى أننا مستعدون لتنفيذ التزاماتنا من حيث الصادرات. وأن الموارد المخصصة لمثل هذه الأعمال الزراعية تم إيصالها للأقاليم، وكافة الآليات الحكومية تمت المحافظة عليها، ولا سيما فيما يتعلق بالمواسم الزراعية. قدمنا أيضا الدعم لبرامج القروض ونعرف أنه تم الحصول على 25 مليار روبل كدعم للقروض التي يجب توفيرها للمزارعين. There has also been some facilities to those that have applications. كما تم توفير المساعدات للذين عليهم تسديد هذه القروض. ولقد تم تخصيص 12 مليار روبل لدعم شراء المعدات الخاصة بالزراعة وتربية المواشي، وسيتم أيضا تخصيص مثل هذه المبالغ لزراعة الحبوب، كما سنقدم بعض المساعدات الخاصة التي ستفوق قيمتها ملياري روبل. وخلال هذه السنة سنبدأ بشراء الحبوب من المزارعين، وسنبتاع أيضا السكر وغيره من المواد الزراعية. شكرا. بالأمس ناقشنا هذه المسائل. أن الخطط للمحاصيل والتوقعات جيدة، وأنا متأكد من أن ذلك سيحصل على أرض الواقع، ويعرف المنتجون كيف يقومون بعملهم. وخلال السنوات الأخيرة كنا قد حققنا أرقاما قياسية من حيث الصادرات، ولدى شركائنا مصلحة في التواصل معنا والاستمرار بالعمل معنا. نعرف أنه بالنسبة إليهم قد يكون الأمر صعبا لإيصال هذه المواد الغذائية لمواطنيهم، وسنتكلم عن هذا الموضوع.